يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم جميعا. جبت لكم اليوم وصفة للمعجنات كثير طيبة وهشة، راح تعجبكم راح تعتمدوها لكل أنواع المعجنات اللي بتحبوها، وكمان مكوناتها سهلة وما فيها تعقيد. طبعا تبدعوا في الحشوات زي ما بدكم، يعني بتمشي مع كل أنواع المعجنات. هلا خلينا نبلش في طريقة الإعداد. في البداية هون رح أحط كاستين حليب سائل، لو ما عندكم ممكن تحطوا حليب بودرة، لكل كاسة 3 ملاعق من حليب البودرة. رح أضيف عليهم بياض حبتين بيض، والصفار رح نخليه لدهن المعجنات. هون رح نضيف خل، ملعقة صغيرة، رح أضيف ملعقتين كبار سكر، ملعقتين كبار من الخميرة. رح أضيف نص كاسة من الزيت النباتي. طبعا هون الكوب اللي أنا استعملته رح أستعمله لكل المكونات، أنتوا أي كوب تستعملوه هو نفسه استعملوه لكل المكونات. بعد ما حطيت الزيت رح أحركهم شوي وأتركهم لمدة ربع ساعة لحتى تتفاعل معنا الخميرة. هلا هون انا حطيت الطحين 5 كاسات، بس المشهد يبدو انه ما تصور. حطيت 5 كاسات طحين بنفس الكوب اللي انا عيرت فيه، حطيت نص ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة من البيكنج باودر وملعقتين كبار من اللبن الزبادي، وراح اعجنهم زي ما انتوا شايفين لحتى تتمازج كل المكونات وتصير عندنا العجينة غير لاصقة. بعدين رح أدهنها بزيت، أدهن كمان الصحن وأغطيها وأخليها لحتى تخمر تقريبا من ساعة لساعة ونص حسب الجو عندكم. في أثناء ما تخمر معانا العجينة راح نحضر للحشوة. هون أنا راح أحشيها في البطاطا. أول شي راح أشوي حبات البطاطا إما بالفرن أو بالميكرويف أو حتى ممكن نطبخهم بالمي. بعدين وهم سخنين على طول لازم نهرسهم هرس ناعم. راح نضيف لهم شوية ملح وشوية بابريكا، وراح أضيف كمان جبنة تشيدر، ولو حابين تحطوا كزبرة أو بقدونس أو شبت اللي أنتوا بتفضلوه. بنحرك كل المكونات سوا وهيك بتصير حشوتنا صارت جاهزة. طبعا هون أنا شكلتهم على شكل مثلث. نفرد العجين شوي، نحط ملعقة أكل في كل واحدة وبنسكرها كويس من الأطراف، نضغط عليها شوي صغيرة وهيك لحتى نخلص كل الكمية.
الحشوة الثانية اللي عملتها بالجبن النابلسية، جبن البيضة. خففت ملوحتها، أنا حطيتها بالمي شوي على يعني هيك على نص نهار، كل شوي أغير المي، بعدين صفيتها وبشرتها، ضفت لها حبة البركة وبقدونس وخلطتهم مع بعض، وحشيت فيهم الجزء الثاني من العجينة بنفس الطريقة، بس عملته على شكل يعني طولي. وبعد ما خلصتهم دهناهم بصفار البيض اللي زاد عنا، ورشيت عليهم حبة البركة والسمسم. طبعا احنا بنكون محمين الفرن على درجة عالية، بس نخلص الصواني راح ندخلهم على الفرن وهو حامي. الفطاير بدها درجة حرارة عالية، طبعا بدها تكون في الرف الوسط او اعلى بشوي، بس لحتى يتحمروا من تحت بنحمر سطحهم، وهيك بكونوا صاروا جاهزين. بتمنى تجربوا الطريقة، وانا متأكدة انكم راح تعتمدوها، لانها عن جد طيبة وبتنفع لكل أنواع المعجنات زي ما حكينا لكم. في النهاية لو عجبكم الفيديو لا تنسوني من الضغط على الاشتراك وعلى زر الجرس، وتعملوا شير للوصفة على صفحاتكم. أشوفكم على خير، أستودعكم الله وإلى اللقاء.